الدبلوماسية الجزائرية أنا أطلق عليها دبلوماسية حسن النوايا، وحسن النوايا في وقتنا بدون قوة عسكرية وبدون قوة اقتصادية تبقى النوايا لا تفي بالغرض، وبالتالي فما يحدث في ليبيا مثلا أو في دول الساحل أي دولة لوحدها لا تستطيع أن تفعل شيئا، وما الخسارة التي منيت بها فرنسا في دول الساحل إلا دليل على أن العلاقات الدولية حاليا هي علاقات يجب أن تدخل أن تمارس ضمن تكتلات سياسية واقتصادية وحتى عسكرية، لأن الجزائر من خلال تسويقها لخطاب يعني يراعي السلام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية إلا يبقى هذا على مستوى وسائل الإعلام وعلى مستوى المنابر الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لكن الواقع يعكس الكثير من التغيرات وكثير من المعطيات التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار عندما تذهب إلى الوساطة لحل أزمة يجب أن تراعي مصالح، وحتى تلك الدول تطلب منك الشراكة وتطلب منك الاتحاد والدخول معها في تكتلات حتى يكون يعني صوتك وموقفك قويا ومستندا على الكثير من الحلفاء. أنا لاحظت في هذا الجانب بأن خطاب العمامرة خاصة يعني قبل الدخول إلى ملف الجامعة العربية قال أمر مهم جدا، قال ربما بعض الدول العربية تقوم بعلاقات يعني أو تطبيع، قال بأن هذا يبقى أمرا داخليا، وأعتقد بأن هذا التوجه جديد في الدبلوماسية الجزائرية، لأن إبداء تلك المواقف المنددة والرافضة لهذا النوع من التطبيع والذي تعتبره دولا تدخلا في شؤونها الداخلية. الجزائر أعتقد بأنها قالت بأن الأمور الداخلية تبقى من خصوصية الدول، وعلى الجزائر أن تبحث عن الحد الأدنى من التكتلات ومن التحالفات، لأن هذه العزلة وهذه القرارات وإن كانت يعني في صالح الشعوب وتعكس التمسك بالقيم، لكن الجزائر يلاحظ بأنها أصبحت في طوق أو في حصار بسبب هذه المواقف.